مساء الخير. صورة اليوم أثارت الجدل وشكوك البعض منذ أن بدأت هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين. فهل قرارات الاستبعاد قرارات قانونية لا مجال للتشكيك فيها؟ أم هي قرارات مسيسة كما يرى البعض تأتي لأجل الإقصاء ولإسكات الأصوات المعارضة للمالكي وكذلك لضمان الولاية الثالثة؟ هل هذه القرارات هي سلاح من أسلحة المعركة الانتخابية؟ أم أن التشكيك بها هو حالة طبيعية لصراع القوى السياسية المستمر منذ أكثر من عشر سنوات هل هذا التشكيك هو تشكيك بنزاهة الانتخابات وبمجمل العملية السياسية الحالية أم هي مخاوف ووصف لما ستؤول إليه الأمور في المستقبل باب التواصل مفتوح بيننا وبينكم مشاهدينا تقدرون تبعثون بآرائكم ومشاركاتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك فول ايمج @الرشيدميديا دوت كوم، فول ايمج تقدرون تبعثون بارائكم ومشاركاتكم اثناء كل حلقه وقبل كل حلقه ايضا لان صباح كل يوم سبت واثنين واربعاء حتلقون على صفحه البرنامج عنوان الحلقه موجود وايضا المحاور اللي حنناقشها دون اطاله الحوار بعد قليل. خريف سياسي بدأت أيامه مبكرا تساقط مرشح الانتخابات كورق التوت رغم أجواء الربيع أكثر من 300 مرشح من أصل عشرة آلاف باتوا خارج معترك الانتخابات تحت عناوين متعددة كالنصب والاحتيال والإرهاب وعقوبات عسكرية وجنايات أخرى كاغتصاب وخيانة الأمانة وحيازة الآثار وقبل ذلك ما يتعلق بانتمائهم لحزب البعث المنحل مو اليوم الواحد من عندنا يروح يشتكي على اي نائب وبمجرد الشكوى هي يستبعد عليه هذا غير صحيح وغير دقيق ما حصل ان بعضهم اصلا مكتسب حكم قطع الدعوة عليهم وبعضهم وصلت الى الدليل ارتقت الى دليل كامل ومحكومين ببعض القضايا لكن الحصانه ما منعت تنفيذ هذه الاحكام عليهم جميع هذه التهم أطاحت بالمرشحين وليفتح القضاء أبوابه لهم ليس للدخول بالاعتراضات وإنما "الانتخابات تودعكم" فلا مؤشر يدل على عودة من اجتث أو استبعد رغم التشكيك والتأكيد ما بين القضاء والمبعدين فيما يخشى المراقبين إن التغيرات التي حصلت في هرم هيئة المساءلة والعدالة أدت إلى إعادة استخدام ملف الاجتثاث ضد الخصوم السياسيين وأكثرهم معارضة للحكومة كما حدث في انتخابات عام 2010 إضافة إلى مخاوف من جعل الفقرة الخاصة بحسن السيرة والسلوك وكذلك تحويل محكمة النشر والإعلام إلى أدوات سياسية للاستبعاد بغض النظر عن الاسماء عن المستبعدين عن هذا وذاك ولكن لناتي من حيث المبدا لدينا قوانين بقت جامده ومعرقله للاسف معرقله للحياه العامه والحياه المدنيه والحياه الاجتماعيه في في العراق ومنها هو هذا القانون مساله الاجتثاث مسألة هيئة المسائلة والعدالة كان يفترض بهذه القوانين أن تعدل أو تنتهي الحاجة منها بعد أن مضت عشر سنوات للأسف الآن بدأ الموضوع يتسع ويأخذ أبعاد أخرى وكل مرة يضاف شيء أكثر تعقيدا وأكثر يعني أصبحت المقصلة موجودة تصفية يقولون عنها جاءت لإبعاد الأصوات التي فضحت الفساد وتصدت لكشف انتهاكات حقوق الإنسان ولاخلاء البرلمان المقبل منها، وهو ما يشكل خرقا للقانون والدستور، فاستبعاد أسماء بارزة في المشهد السياسي كحيدر الملا وصباح الساعدي ومثال الآلوسي يشكل محاولة أولية لجس النبض، ويبقى التوقع حاضرا من حدوث تصفية سياسية لأسماء بارزة قبيل الاقتراع. لبرنامج الصورة الكاملة سماح شاكر تحية طيبة مرة اخرى مشاهدينا وتحية طيبة للضيوف الكرام حسن الياسر النائب عن ائتلاف دولة القانون ايضا نبيل حربو النائب عن ائتلاف متحدون اهلا بكم وسعيدين جدا بحضوركم اهلا وسهلا جزاك الله استاذ أحلى. حسن قرارات هيئه المساءله والعداله وقرارات مفوضيه الانتخابات قرارات مسيسه جاءت لاقصاء الخصوم لاسكات الاصوات المعارضه التي تحارب الفساد والتي تريد تصحيح مسار العمليه السياسيه هذا الحكي اللي سمعناه طيله الايام الماضيه تفضل شو ترد شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم تحيه طيبه لك استاذ علي واشكرك على هذه الاستضافه الكريمه كما احيي زميلي الاستاذ نبيل واحيي جميع مشاهديكم الكرام. يعني لا بد من القول ابتداء اولا هذا كلامنا طبعا لا نستهدف به شخصا معينا حتى تكون الصوره واضحه. وثانيا انا احاول قدر الامكان بصراحه ان اتحلى بالموضوعيه في الطرح. انا اتصور هذا الموضوع فيه جنبه قانونيه واضحه جدا واستاذن حضرتك واستميحك عذرا في ان اتحدث على الاقل من هذه الجنبه القانونيه لانني اعتقد يعني صار فيها نوع من التغييب بصراحه او نوع من الضبابيه حقيقه. خصوصا وان هذه لاول مره تحصل في تاريخ العراق الحديث اقصد عراق ما بعد التغيير ان نوابا او مرشحين يستبعدون بناء على شرط لم يكن ذي قيمه سابقا عند البعض وهو ان يكون حسن السيره والسلوك او ان لا يكون مشمولا باجتثاث البعث وما الى ذلك. بصراحه الان القرارات التي اتخذتها المفوضيه طبعا اولا القرارات هي بمجملها ليست من المفوضيه انما هي من الهيئه القضائيه الانتخابيه. المفوضيه الانتخابيه هي عباره عن جسم مخول باجراء الانتخابات وهنالك جسم اخر بالحقيقه يختص بالطعون التي ذات الطبيعه الانتخابيه وتسمى بالهيئه القضائيه الانتخابيه، الهيئه القضائيه هم ليسوا مفوضين، ليسوا اعضاء مجلس مفوضين انما هم قضاه. الهيئه القضائيه بصراحه اتخذت قرارات باستبعاد بعض المرشحين، هذه القرارات بصراحه ليست كلها ذات طبيعه واحده كما يعتقد البعض. انما هي متفاوته يعني طريقة استبعاد مثلا حيدر الملة قد تختلف عن طريقة استبعاد مثلا النائب سامي العسكري هناك فرق كبير بصراحة ولذلك ينبغي بدءا أن ندرس كل قرار على حد أي قوانين تم الاستبعاد على أساسها جيد ولذلك هو لا المبدأ عفوا أستاذ علي أريد أن أثبت مبدأ وهو أنه هؤلاء ليسوا كلهم في خانة واحدة هذا اللي أريد أثبته ثانيا على أي مبدأ طبعا اولا لا يجوز استبعاد اي مرشح من عمليه انتخابيه ما لم يفتقر الى توافر الشروط التي استلزمها القانون نحن لدينا قانون ينظم العمليه الانتخابيه اللي هو قانون انتخابات اللي صدر طبعا في عام 2013 مثل ما تعرفون حضراتكم هذا القانون وضع في الماده الثامنه منه وضع شروطا للمرشح يعني حتى زي. يكون مرشح ينبغي أن تتوافر فيه هذه الشروط زي. بصراحة هذه الشروط هي عبارة عن شروط ستة طبعا أولا قضية العمر أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما زي. هذا الشرط يعني إذا واحد تسعة وعشرين سنة و شهر هذا ما يصير مرشح الشرط الثاني أنا الآن حتى أكون دقيق مثل ما وصل مثل ما يعني أنا ما أريد أستعرض كل الشروط لا لا هو يعني لا الشرط المتعلق بالاستبعاد جيد مو هي مترابطة الشرط الثاني أن يكون مشمولا بقانون هيئه المسألة والعداله. الشرط الثالث ان يكون مترابطه هي. ان يكون حسن السيره والسلوك وغير محكوم بجريمه المخله بالشرف. الشرط الرابع ليس مهما كثيرا ان يكون حاصل على الشهاده الاعداديه، الشرط الخامس مهم وربما سنجد له تطبيقا مو الان ربما فيما بعد وهو ألا يكون قد اثرى من فضلك بشكل غير مشروع على لي على العام. على فقره حسن السلوك والسادس لا يكون من افراد الفقره الحديث عن انها فقره فضفاضه جيد آه يعني تتحمل اكثر من تفسير جيد انا بس بعد اذنك حتى صور تكون الصوره واضحه عندنا شرطين الان بموجبه بموجب هذين الشرطين تم استبعاد بعض المرشحين ألا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءله والعداله وان يكون حسن السيره والسلوك. الشرط الاول ان لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءله والعداله. هذا من اختصاص هيئة المساءله والعداله وليس من اختصاص المفوضيه او الهيئه القضائيه، انا ليش قلت كلهم في خانه واحده؟ ولذلك الان هيئة المساءله والعداله هي التي بادرت باستبعاد طبعا او بالطلب الى المفوضيه باستبعاد بعض المرشحين لان عليهم قيود ان هؤلاء مشمولون بقانون هيئه المساله والعداله وتم استبعادهم بناء على هذا الشرط ومن يريد ان يتظلم من هذا القرار يقدم طعنا الى الهيئه القضائيه حتى نوضح للمشاهد هنا نعم. قيود جنائيه لا لا مو قيود, مو قيود جنائيه لا هو مشمول بقانون هيئه المساله والعداله اذا يشعر بنفسه مظلوم او انه بريء يقدم طعنا امام الهيئه القضائيه واضح الشرط واضح. الثاني وهو الحقيقه الشرط المهم واللي احدث بالحقيقه يبدو لي فد جلبه كبيره و ضجه او ضجه او تشكيك او تشكيك <applause> تشكي تشكي مثل ما تفضلت وهو ان يكون حسن ان يكون يعني المرشح ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة قبل ما تتفضل قبل ما تتفضل وتشرح لي هاي الفقره اريد اسالك هنا أنا بلي الفقره قانونيه لكن نعم أه تطبيق الفقره ايش قد بنسبه خطا مو دقيق اها أه طبعا هذه هذا هو شرط قانوني بمعنى ان من يتم من يتم استبعاده بناء على هذا الشرط فهو استنادا الى القانون ولكن من الذي من الذي يطبق هذا الشرط من الذي يطبق هذا النص لو ترجع حضرتك الان الى كثير من التجارب العربيه سما التجارب العربيه خلينا ناخذ تجربتين في غايه الاهميه وتعتبر حقيقه ديمقراطيه قياسا بالعالم العربي التجربه الكويتيه والتجربه المصريه طبعا بالاضافه الى تجارب اخرى بس دني باعتبار شويه ديمقراطيه افضل من غيرها يعني بها تحديد اكثر لا مو بيها تحديد اكثر ها هذه تقول هذا الشرط من اختصاص وزاره الداخليه وزاره الداخليه هي التي تحدد ما اذا كان المرشح حسن السيره بمعنى توظيف لا سياسي لا لا اذا اذا, إذا, إذا بمعنى هي توظيف إذا سياسي اذا, إذا هي بعض الدول وزاره الداخليه هي المسؤوله عن الانتخابات بالضبط احسنت احسنت اذا اقول استعماله توظيف سياسي ولكن هذا هذا الحكي آه ال 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 الاستبعاد آه حسب هذه الفقره اجى ل آه اسباب سياسيه للاقصاء لاسكات لا. الاصوات المعارضه لافراغ البرلمان القادم من الاصوات التي تحارب الفساد، هذا الحكي لازم نهمله لا 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 أه. هذا الكلام طبعا انا ذكرت لك في هذه التجارب العربيه في العراق لا، العراق ينبغي او يفترض بحسب الاساس الفكري لهذا النص ان لا يتم استبعاد اي مرشح بناء على التوظيف السياسي، لماذا؟ لان الهيئه او الجهه القائمه على تطبيق هذا الشرط هي هيئه قضائيه وعالم معروف في كل دول العالم حينما يناط تطبيق القانون إلى الجهة القضائية فيفترض أن هذه الجهة ستكون بالحقيقة بعيدة عن التوظيف السياسي يعني العراق الآن قفز قفزة كبيرة حينما جعل هذا الشرط وغيره من الشروط موكولا إلى تطبيق القضاء وهذا بالحقيقة أنا ضمانا للمرشحين الآن أجي شنو حسن السيرة والسلوك بس ما ادري اخاف تروح على الضيف الاخر لو يعني لا تفضل تفضل باختصار تفضل باختصار لا. لا. الحقيقه انا كما ذكرت لحضرتك هذا الشرط يعد شرطا جديدا في العراق على الاقل من الناحيه التطبيقيه، طبعا جديدا من حيث التطبيق مو من حيث النص، من حيث النص احنا من عشرات السنين عندنا هكذا نص ولكن اقول من حيث التطبيق هاي اول مره نطبق هذا الشرط. الان لو ترجع للفكر الدستوري يا سيدي، الفكر الدستوري يقول بان شرط طبعا يسمى بشرط حسن السمعه او حسن السمعه عفوا. شرط حسن السمعه هو عباره عن مجموعه من الصفات والخصائص التي ينبغي ان يتحلى بها المرشح بما يكسبه الثقه والاحترام لدى الجمهور الذي يمثله، لانه ممثل عن الجمهور، ممثل عن الامه. وتبعده عن قاله السوء وتجنبه مظان السوء، هذا بالحقيقه بشكل مختصر، بمعنى ان اي عمل يقوم به النائب ويجعله او يفقده هذه الثقه، التي أولاها إياه الجمهور فأنا ذاك يكون هذا الشرط قد خرم وهو شرط حسن السمع طيب هذا طبعا تعريف نظري من الذي يضبط لنا هذا التعريف هل هنالك ضابط بالحقيقة للأسف الشديد هذا التعريف هو من التعريف غير المنضبطة هو تعريف فضفاض ولذلك تجد معظم نصوص القوانين في معظم دول العالم أنا رجعت كثير من النصوص لم أجد حقيقة تحديدا في بعض القوانين تقول لي حسن السيره والسلوك يقصد به واحد اثنين ثلاثه ماكو وانما هذا حقيقه شنو يترك لمن؟ يترك للسلطه التقديريه للقضاء بالنسبه للعراق ويطلق ويترك للسلطه التقديريه ممكن, لل ممكن قابل لعدم الدقه او ممكن قابل للتسييس اسمع جوابك لكن بعد ان ننتقل الى استاذ نبيل استاذ نبيل اهلا وسهلا اهلا وسهلا ليش مزعجين من قرارات هيئه المساءلة والعداله وقرارات مفوضيه الانتخابات؟ ومو قانون وقضاء ويجب ان يحترم من قبل الجميع لو بس نحترمه من تكون قرارات صالحه. لا في البدايه احييك واحيي ضيفك الكريم استاذنا العزيز الدكتور حسن ومشاهدي قناه الرشيد. الموضوع ليس بموضوع انزعاج من قرارات المساءله والعداله انما الموضوع موضوع تشخيص تطبيق هذه القرارات على بعض الجهات وغض النظر عن جهات الاخرى. هكذا نرى نحن الموضوع. اذا اتينا الى موضوع المسألة والعداله في هذا الموضوع يعني الذين كانوا يعملون مع النظام السابق في درجات عليا من الانتماء في صفوف حزب البعث مثلا. عندما ناتي الى اي مرشح قد استبعد في الوقت الحاضر ونساله عن الحاله هناك له هو يقول ولديه ادله واثباتات وشهود بان هنالك من هو مثيل له ولكن لم يستبعد. أه لم يستبعد ليس في في جهه معينه او محدده كما يوجه الاعلام للاسف الشديد بانه المتحدون بالتالي أه يرفض الامر لانه يرى ان ذلك تسييس لدوله خلي القانون خليني اقاطعك خليني اقاطعك, أقاطعك, أقاطعك نعم تريدون تقولون هيئه المساءله والعداله مسيسه او خليني اكون ادق قرارات هيئه المساءله والعداله الاخيره وقرارات المفوضيه مسيسه؟ نحن لا نقول بان القرارات مسيسه نحن نقول على هيئه المساءله والعداله عندما تصدر هكذا قرار ونحن نحترم هذا القرار ان يكون القرار يطبق بشكل متساوي على جميع المرشحين ومن جميع الكتل السياسيه وهنا لا نقصد دوله القانون نقصد الكتل السياسيه التحالف الوطني، المجلس الاسلامي الاعلى، التحالف الكردستاني وكيانات سياسيه اخرى يعني عندما نناقش اي شخص مستبعد وهو كان عضوا في مجلس النواب العراقي او قدم لمرتين واستبعد يعطي لك دليل بأن هنالك من هو كان مثله في حزب البعث وهو عضو مجلس النواب في الدورة السابقة وعضو مجلس النواب في الدورة الحالية وهنالك الكثير من القنوات الإعلامية تنشر عن تاريخ حياة هؤلاء ولم يستبعدوا إذا أين الخلل؟ نحن نسأل أين الخلل؟ هل الخلل في هيئة المسألة؟ بس و... يا أستاذ نبيل متحدون تحدثت عن أن هذه القرارات مسيسة مباشرة بعد أن تم استبعاد النائب حيدر الملة لا نحن نقول هذا مو كلامي هذا كلامكم نعم نحن نقول بان هذه القرارات الصادره من هيئه المساله والعداله اما ان تكون عادله وتطبق على الجميع على كل من يتوفر او تتوفر فيه مثل هذه الشروط والمواصفات او ان لا يكون التمييز على مرشحين من كتله معينه ويعفى مرشحين ليش ليش هذا التمييز برايك ليش هذا التمييز موجود نستطيع ان نقول بانه التمييز سياسي او انه استهداف لبعض المرشحين السياسيين الذين لهم ثقل سياسي من خلال عملهم في مجلس النواب خلال فترات السنوات الاربعه الماضيه لاجل شنو او الهدف شنو بطبيعه الهدف هو اسكات هذا المرشح وغيره من السياسيين الذين يعملون في الساحه السياسيه اقصى اذا نعم استاذ حسن احكي لي سياسه مو مو قانون الحديث عن اقصاء الحديث عن اسكات الاصوات المعارضه بالتالي تحدثت قبل قليل عن الفقره هاي الفقره ايش قد بيها نسبه خطا ايش قد بيها نسبه عدم دقه او شلون ممكن تستخدم لاغراض سياسيه من اجل الاقصاء من اجل اسكات الاصوات المعارضه والى اخره من من اراء يعني لو كانت هذه القضيه موكوله الى السلطه التنفيذيه كما موجود في بعض الدول العربيه أه لقلت بالحقيقة بشكل واضح بأن هذه الفقرة ستستخدم استخداما وستوظف توظيفا سياسيا لا ريب في ذلك ولكن حينما أوكلت هذه المادة للتطبيق من قبل الهيئة القضائية الانتخابية فيفترض بالحقيقة أو ينبغي هكذا بحسب الأساس أن هذا أن القضاء مستقل وعقلية القاضي عقلية قانونية بحتة لا ينطلق من أسس سياسية أو دوافع سياسية أو مكاسب سياسية صراحة هذا الشيء شفته موجود؟ أه نعم نعم بدلاله استاذ نبيل تحب يتحدث, لا أقدر يتحدث أقدر أقدر عن تمييز لا اقدر اقدم لك دليل شوف هسه انا اقدم لك دليل صدقني يعني ربما سبحانه وتعالى يعني صارت من محا ما ادري يعني ربما لو لم يتم است... لم يتم استبعاد بعض الاخوه في من نواب دوله القانون الان الكل يقول هذا استهداف سياسي تريد تقول لكن من بعد من محاسن الصدف <applause> يعني, يعني <تصفيق> على كل حال زين زين وجود, خلي وجود وجود واحد مثل حقيقه الاستاذ سامي العسكري واحد من قيادات البارزه دولة القانون زين يعني ربما بالحقيقه يقدم عفوا اذا تسمح لي يقدم محرج دليل قاطع محرج على هذا الموضوع على القضية ليس قضيه حرج على هذا الموضوع خليني امشي بهذا الاتجاه القرارات مسيسه ولما واحد يجي ويقول القرارات مسيسه وشايل دليلة بيده تتذكرون لما تم رفع اجتثاث ظافر العاني وصالح المطلق بقرارات قضائيه وتم رفع الاجتثاث عنهم بصفقه سياسيه هنا شلون الرد شلون نجاوب لا هذا هذا فرق لا لاحظ حضرتك اولا قضيه هذا اللي ذكرتها حضرتك اولا اي مثال واضح تم الاجتثاث بناء على تطبيق القضاء ثم رفع هذا الاجتثاث بناء على صفقه سياسيه فالقضاء غير مسؤول يعني القاضي حكم على شخص بالاعدام ثم بعد ذلك هذا المحكوم عليه بالاعدام صار الصفقه سياسيه وهرب او تم تهريبه او هو هرب ايا كان القضيه القضاء غير مسؤول القضاء قام بواجبه وادلى بصوته وحكم عليه الان بالحقيقه انا اعتقد ان تطبيق الماده من قبل القضاء هو امر حسن ولكن المشكله استاذ علي اذا تسمح لي تفضل المشكله وين المشكله ان هذه القضيه هاي حسن السمعه او حسن السيره والسلوك كما ذكرت لحضرتك هذه من القضايا الفضفاضه غير المنضبطه، غير المحدده، الامر الذي قد يولد اساءه في تطبيقها، ولذلك بالحقيقه انا اوجه ندائي الان الى كل الاخوه الاعزاء ويسمعون صوتي كل الاخوه القيمين على تطبيق هذه القضيه، اولا العراق جديد عهد بهذه القضيه. ثانيا حينما نحكم على شخص بانه لم تتوافر لم يتوافر فيه شرط حسن السيره والسلوك، بناء على ماذا؟ لابد ان يكون بناء على معطيات، ما هذه المعطيات؟ مثلا قضية الأخ سامي العسكري أو قضية صباح الساعدي أو قضية يمكن بعض الأخوة الآخرين سما بعض الأسماء ربما عمار الشبلي أو أي كان علي صيف أي اسم آخر حيدر من أعرف أي اسم يعني المهم أقول حينما تمت بناء على حكم قضائي مثلا خلي نضرب مثل في قضية الأخ سامي العسكري كانت قضية بينه وبين الأخ وزير الخارجية هوشار زيباري وكسبها وصارت غرامة مجرد دفع غرامة يعني الآن الحكم القضائي بني على أساس أن هذه القضية كانت تعد بمثابة تشهير من قبل النائب وهذا التشهير كان يتمثل بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة سما أقول كاذبة من وجهة نظر القضاء مزيح. غير صحيحة الأمر الذي قد يخدش, يخدش في سمعة النائب الذي ينبغي أن يتحلى بالمصداقية مزيح. سواء في السر أو في العلن في داخل الجلسة أو في خارجه طيب هذا هو الذي بني عليه قرار الحكم قرار حكم محكمة النشر فعلى أساسه تم دفع الغرامة هذا الحكم صار لست سنين بالنسبه للاخ العسكري. الان انا لما اجي كقاضي واشوف شروط الترشيح من ضمن شروط الترشيح ان يكون حسن السيره والسلوك. انا اسال اقول هذه مضي لمده ست سنوات الا تكفي في انتهاء مفعول الشرط؟ يعني هل معنى ذلك ان الاخ العسكري بعد ان دفع الغرامه الى السيد وزير الخارجيه بناء على قضيه التشهير، هل معنى ذلك انه سيكون مبعدا عن 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 المنافسه في الترشيح الى ابد الابدين الى يوم القيامه؟ من يقول بذلك بصراحه؟ هذه قضيه في غايه الاهميه، هسه انا ما اتكلم سياسه، الان اتكلم قانون، انا اوجه كلامي لكل الاخوه القضاه والاخوه القانونيين المعنيين بالشان، اوجه لهم الحقيقه بضروره ان يراجعوا الامر، احنا عندنا بالقانون تحديدا في قانون العقوبات هذا ايضا قضيه في غايه الاهميه. احيانا القاضي لما يصدر حكم افرض واحد محكوم بالسجن مثلا. من ضمن توابع الحكم القضائي الحكم بالسجن هنالك احكام اخرى تسمى احكام تكميليه او تبعيه من ضمن الاحكام التبعيه او الاحكام التكميليه طبعا اكو تبعيه وتكميليه من ضمن من ضمنها انه قد يحرم من ممارسه بعض الحقوق ومنها ان يكون مرشحا او ناخبا ولكن الى متى تحدد خلي الى مده مثلا سنتين خلي خلي نشوف استاذ مقداد الشريفي رئيس الدائره الانتخابيه في المفوضيه العليا المستقله للانتخابات ينضم ويانا عبر الهاتف استاذ مقداد اهلا بك وسهل اهلا وسهلا اهلا وسهلا الكرام شكرا جزيلا استاذ مقداد اليوم اكو جدل حول فقره حسن السلوك وضح لي هاي الفقره اشرح لي هاي الفقره ومن من النواب تم استبعاده على اساس هاي الفقره بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الحقيقه ما الان في بعض الفضائيات ومن خلال الاعلام انه هناك استهداف سياسي لمرشح معين او نعم. جهه سياسيه معينه وكيان سياسي معين وكان احنّا بالمفوضية نتحطّ طبعاً عن ذكر هذه الكلمة ونعت المفوضية إنه تنتقي بخصوص أي نائب حسن السيرة حسن السيرة والسلوك، في الحقيقة المفوضية تتعامل مع كل الشكاوي التي تقدم لها بمهنية وبحرفية كون المفوضية هي الان اه ان صح التعبير امام انظار الجميع فبالتالي اتخاذ اي قرار يقد يكون له تداعيات اضف الى ذلك هناك هيئه قضائيه مثل ما تفضل السيد حسن ياسر هيئه قضائيه يمكن الطعن اه بقرارات مجلس المفوضين امام الهيئه القضائيه واللي قرارات هذه قرارات باتت ملزمه وعليه اه عندما تم تقديم طلب من احد الوزراء بحق احد النواب اللي هو السيد حيدر الملا تم تقديم طلب من السيد وزير التعليم العالي وهذا الطلب احتوى على عده عده امور منها اكتساب الدرجه القطعيه لقرار من محكمه النشر لاتهام السيد النائب السيد الوزير عده والتشهير القدسي وحصل على قرار بات من محكمه النشر وايضا بعض الامور توجد القاءات قبض ورفع حصانه عن السيد النائب عليه المفوضيه عندما عرض امامها هذا هذه الشكوى ردت الشكوى وابقت السيد حيدر الملة في مكانه ولم يعني تستبعده من الانتخابات وتم اصدار هذا القرار من مجلس المفوضين تم الطعن به من المشتكي امام الهيئه القضائيه ما اقتنع قرار مجلس المفوضين راح اشتكي بالهيئه القضائيه الهيئه القضائيه أه استبعدت حيدر السيد النائب حيدر الملا لعده اعتبارات ذكرت في حيثيات القرار منها منها من هذه الحيثيات هي قضيه النشر محكمه النشر و... خليني اقاطعك نعم. استاذ خليني اقاطعك اسف جدا أه على سبيل المثال السيد حيدر الملا أه تم استبعاده نهائيا على اساس هاي, هاي الفقره مدى الحياه لا استاذ بس انا اكون بخدمتكم حتى يصير تصور واضح الجميع انه المفوضيه لم تستبعد اي شخص الهيئه القضائيه <applause> استبعدت السيد حيدر الملة <applause> من الانتخابات ولم يرد في نص القرار الذي جاء من الهيئه القضائيه الموقره هل يمنح يمنع مدى الحياه او لهذه الدوره جاء الامر مطلق انه هذا الشخص يستبعد بسبب الشكوى المقدمه عليه من معالي وزير التعليم العالي واعتمدت انه هذا الشخص او السيد النائب غير حسن السيره والسلوك حسب ما ورد عذرا من في قرار في في قرار الهيئه القضائيه، انا اريد عنايتكم الى موضوع جدا مهم باختصار اذا تسمح ضروري ان المتابع لعمل المفوضيه ولقرارات الهيئه القضائيه يجب ان يطلع عليه. لدينا في انتخابات مجالس المحافظات أه، تم تقديم طعن في احد الفائزين المرشحين الفائزين في محافظه المثنى وتم تم تقديم الطعن له الى هيئه القضائيه بعد فوزه وحصوله على اصوات اكثر من 7000 صوت تم الطعن انه هذا الشخص ادلى بمعلومات كاذبه اثناء وظيفته فالهيئه القضائيه صدرت قرارا صدرت قرارا ب يعني اخراج هذا المرشح الفائز والغاء جميع اصواته كون انه يعني صدر بحقه قرارا قضائيا يثبت انه كذب فبالتالي لا, لا يجوز ان يكون لا يجوز ان يكون لا يجوز ان يكون في سلوكه كما ورد في يجوز سلوك سلوكه الوظيفي فيه صفه فبذلك الهيئه القضائيه <applause> خليني خليني اسالك هنا اذا تسمح خليني ها. اسالك هنا هاي الفقره ايش ها. قد بها نسبه خطا او نسبه عدم دقه او امكانيه استخدامها لاغراض سياسيه كما يتحدث البعض الذي يقول انها فقره فضفاضه ممكن ان تفسر اكثر من تفسير. في الحقيقه على الجميع احترام القضاء احنا لا نحترم القضاء ونضع القوة نظر ثقتنا آه بالقضاء زي ما زي ما لا لا استاذ مقداد هي هي فقره قانونيه لكن نسبه الخطا او نسبه عدم الدقه هذه سلطه تقديريه للهيئه القضائيه الانتخابيه، يعني مع احتجازنا هناك ثلاث قضاة أه. صنف اول هي هم الذين لديهم الصلاحيه بتحديد ان كانت من حسن حسن السيرة والسلوك من عدمها، يعني القاضي دائما يحكم بحيثيات مطروحه امامه ويدري السيد حسن الياسري القاضي نعم لديه مواد ولديه قوانين ويمكن ان يكيف الماده القانونيه على الجرم او نوع المشكله المعروضه امامه، فبالتالي هذا الموضوع خاضع لتقديرات القضاء، نعم مجلس المفوضين. فوضين. استاذ استاذ مقداد اسف نعم. جدا ما عندي وقت بس فهمني نقطه مهمه، اليوم اي شخص يجي يشتكي على شخص ويقول هذا تحدث بامور طائفيه او تحدث بامور بها تسقيط سياسي، يتم استبعاد الشخص المشتكى عليه شلون القضيه؟ لا في الحقيقة على الجميع هي المشكلة وين استاذ؟ المشكلة ما حد يقرا الأنظمة اللي تصدرها المفوضية والإجراءات. ما حد يعني أحكيها وبألم وبصدق حتى على مستوى الطبقة السياسية قليلا من ما يقرا الأنظمة، يعني احنا قضية قواعد السلوك، قواعد السلوك اللي وقعها كل كيان سياسي مشترك بالعملية الانتخابية. وقعها وملتزم بها على الكيان السياسي ومرشحي الكيان السياسي عدم التشهير والتطوير السياسي من مرشحين في قوام أخرى وعدم استخدام الالفاظ الطائفيه والقوميه اثناء الفتره الانتخابيه، جميع الكيانات السياسيه البالغ عددها 100 مي 230 و و كيان سياسي 36 اطلاق 71 كيان سياسي، كلها وقعت على قواعد السلوك، لكن بالتطبيق مع الاسف لا تطبق القواعد السلوك التي وقعتها، فبالتالي اي شخص اي مرشح يخلق القواعد السلوك قواعد السلوك وقواعد السلوك واضحه انه شخص يطلع يتهم شخص معين بالكذب او يتهمه بالطائفيه لدى مجلس المفوضين الصلاحيات الحصرية باستبعاده استنادا لهذه القواعد السلوك الكثير من الأخوان من المرشحين وقع قواعد السلوك ولا يلتزم بها نعم استاذ مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شكرا جزيلا سعدنا بالحوار معكم استاذ بيل قرارات قضائية قانون بالتالي يجب أن يحترم مثل ما قلنا ليش التشكيك؟ هذا التشكيك بمصلحه الانتخابات مو هو تشكيك بنزاهه الانتخابات؟ اخي العزيز الموضوع ليس موضوع التشكيك في القرارات. الموضوع يتق يتعلق ب اولا وقت تقديم الشكوى، ثانيا تحديد شخصيات سياسيه معينه وتقديم الشكوى ضد هذه الشخصيات. نعم مثلا ناتي الى الهيئه القضائيه الانتخابيه التي ابعدت الكثير من المرشحين من ضمنها ما يهمنا مثلا النائب حيدر الملا الطرف المشتكي المعلومات التي قدمت الى الهيئه القضائيه مصادر هذه المعلومات هل هي دقيقه مئه بالمئه ام لا كيف استندت الهيئه القضائيه الانتخابيه على هذه المعلومات في اتخاذ هكذا قرارات وفي مثل هذه الظروف السياسيه الصعبة؟ زين اذا هذا إذا, ما يدخلنا اذا اسف جدا اذا اتفق وياكم واقول القرارات مسيسه بس مسيسه صالح منو انتم تقولون مسيسه يجي السيد سامي العسكري نائب عن ائتلاف دوله القانون ايضا يقول مسيسه بالتالي مسيسه صالح كل الجهات طيب هنا شيء جيد حتى بالتسييس عندنا توازن إذا سمعت لي الآن قضية أو موضوع حسن السيرة والسلوك وقضية النائب حيدر الملا بذاتها ليس من المستبعد أن يقوم هو شخصيا أو شخصيات أخرى مستبعدة سواء من داخل المتحدون أو من العراق أو من قوائم أخرى بتقديم شكاوي ضد مرشحين آخرين ويتم تقديم المعلومات والاعتماد على بعض المصادر السؤال هل الهيئه القضائيه الانتخابيه سوف تقوم باقصاء جميع هؤلاء بناء على هذه الشكاوى المقدمه ضد المرشحين؟ اذا هنا ندخل في مرحله خطيره جدا، اي اننا في المراحل القادمه سوف نسمع ونرى قيام الهيئه القضائيه الانتخابيه بابعاد عدد كبير جدا من المرشحين ومن جميع الكتل بالاستناد على الماده التي تم إبعاد حيدر الملا وغيرهم من الانتخابات، وبذلك ندخل في مأزق انتخابي مثلما نحن الآن في مأزق سياسي آخر. لذا هاد على, هاد على هاد الهيئة وهذا القانون وهذا نعم القانون اللي تقريته؟ القانون قررنا ولكن من علي المفروض على الهيئة القضائية الانتخابية عندما تتخذ مثل هكذا قرار أن تكون لديها آليات خاصة تعتمد على هذه الآليات. بالدرجه الاساسيه وليست على كل ما تقدم من, من شكاوى. من وافقتوا على اقرار القانون ما كان عندكم علم بهاي الاليات كيفيه عمل الهيئه القضائيه؟ بطبيعه الحال لدينا م -م. آه ولكن آه هل يعمل بهذه الاليات جميعا ام يعتمد على ما تقدم فقط من قبل المشتكي ضد المرشح المراد ابعاده من آه انتخابات والخوف من قبلكم من التمييز؟ نعم. خلي اروح الفاصل قصير بعد الفاصل ارجع اناقش تفاصيل اخرى عن الموضوع مشاهدينا فاصل قصير ابقوا معنا الا تتحملون جزءا من المسؤوليه فيما يحدث في الانبار الجانب الاول هو الارهاب الذي استغل هذا الخلاف السياسي وهذا التقاطع من يحدد شرعية هذه المطالب الحكومة البرلمان الدستور أم المتظاهرين تم ضرب مطالب أهل الأنبار المشروع اذكرنا الكتل اللي وقفت هذا القانون لا معارضة لا سلطة لا تدري كيف تسير الأمور الوجه الآخر يقول لا هناك اتصالات مبطنة قد تكون مع القائد هي تهم باطلة للناس ضعفاء هذا العرف السياسي أصبح أقوى من الدستور اليوم داخل مجلس النواب قوة سياسية ان تظهر موقفا سياسيا، المقاطعة او الرفض او التعليق او الاستقالة او اي شيء، هذا امر متاح. رؤساء الكتل السياسية ساهموا في وئد مجلس النواب او او تفريغ النائب من دوره الحقيقي داخل مجلس النواب. اعطيت نتائج التصويت الى القوى السياسية، طيب. كل كتلة حتى لا يتم التشير بها من قوة اخرى، يتم التلاعب بالنتائج. ملفات مختومة بالشمع الأحمر نفتحها ونكشف أسرارها يا طيبة مرة اخرى مشاهدينا والجزء الثاني من حلقة اليوم استاذ حسن نعم طول المدة الماضية وجهة واحدة تتحدث عن التسييس تتحدث نعم. عن الاقصاء وخلينا نقول حكيهم يطلق لاغراض سياسية بس اليوم لما شركاء لكم وحلفاء وحلفائكم مثل السيد سامي العسكري من يجي ويتحدث عن التسييس لان الموضوع بدا يثير الشك نعم طبعا بالحقيقه يعني حتى تكتمل الصوره بعد كلام السيد رئيس الدائره الانتخابيه الأستاذ مقداد طبعا هنالك ثلاث حالات انا من البدايه قلت قلت كل المشمولين بالاستبعاد هم ليسوا في خانه واحده. اليوم مصر تحكي لي قانون مو سياسه. لا لا واضح جايك ما يخالف جايك. لا بس هو القضيه مو هي حتى هي القضيه السياسيه استاذ علي. هي القضيه السياسيه بالحقيقه مستنده على قضيه قانونيه، اذا منفكك القضيه القانونيه قد ما نصل الى نتيجه. الحقيقه هنالك ثلاث حالات مو حاله واحده بالاستبعاد. الحالة الأولى اللي هي هيئة المساءلة والعدالة، مشمول اكو ناس مشمولين بالمساءلة والعدالة، طبعا هذا هؤلاء الغالبية العظمى بصراحة. يعني ربما سيمكن ما اعرف بالمئات يمكن سمعت يعني. الحالة الثانية اللي مشمولين بجريمة عفوا بعدم توافر شرط السيرة والسلوك. والقضية الثالثة والآن يعني ربما راح تثار من قبل الهيئة القضائية، وهي قضية أن لا يكون مرتكبا لجريمة مخلة بالشرف. يعني مثلا الان الاستاذ حيدر الملا سمعت انه الشكوى اللي اقيمت عليه اريد شخص الحلقه والحديث فقط عن حيدر الملا من بداية لا لا الحلقة لا احد انا عن لا عفو حيدر الملا لا كمثل لا مثل ما ذكرت الاستاذ سامي كمثل لا لا كمثل قلت شنو واحدة من التهم اللي موجهه اليه هي تهمه التزوير هسه هي تهمه هس انا ما ادري يعني بالحقيقه تهمه التزوير ما مرتبطه بشرط حسن السيره والسلوك مرتبطه بشرط اخر وهو ان يكو لا يكون قد ارتكب جريمه مخله بالشرف فلذلك بالحقيقه مو قلت لك لازم تفكر واضح ارجع إذن ارجع اذن اكو ثلاث حالات ارجع لي على سؤالي من فضلك جيد اذا اكو ثلاث حالات كل واحد يعني على خانه واحده يعني مو كل في بصراحه في خانه واحده كل واحد إلى قضيه خاصة يعني الان نرجع ايضا نفس الموضوع يعني الان هل لدينا القدره بالحقيقه ان نفصل هاي القضيه القانونيه عن المحتركات السياسي والمساومات السياسيه انا اقول بالحقيقه ينبغي ان يكون هنالك عزل مطلق ما بين القضيه القانونيه والقضيه السياسيه وان كانت هي متداخله بصراحه كيف لانه باعتبار اذا كانت الهيئه القضائيه قد اصدرت حكمها فلمن يشعر بالظلم او لمن يشعر بالغبن عليها ان 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 يطعن بالحكم ولكن ايضا في نفس الاتجاه ايضا في نفس الاتجاه الحديث اليوم عن تسييس اسف جدا على المقاطعه معه. فضل. طول المده الماضيه وجهه واحده تتحدث عن التسييس اليوم اكو شركاء لكم اكو معه. حلفاء لكم دي يتحدثون عن التسييس مثل السيد سامي العسكري هنا الموضوع صحيح. بدا يثير الشك تتفقوا صح. يا لا جيد جيد اقول من الذي يسيس انت طرحت حضرتك سؤال جيد قبل قليل أه. اذا كان المشمول بالاستبعاد دوله القانون اذا كان المشفى هنا هنا البعض يفترض الهدف من وراء استبعاد الهدف من, من وراء الهدف <applause> من وراء استبعاد البعض يفترض الهدف من وراء استبعاد عدد من مرشحي دوله القانون هو ايصال رساله ان القرارات غير مسيسه مسيسه صالح منه لصالح المالكي وإتلاف دوله القانون وعلى. طيب مو تم استبعاد عدد من مرشحي دوله حزب. القانون ثم بعد ذلك زي. اقبل طعن من اريد واستبعد نهائيا من اريد وكف افتراض ثاني يقول دول النواب اللي تم استبعادهم او المرشحين اللي تم استبعادهم من دوله القانون السيد المالكي ما يريدهم وياه بالمرحله القادمه لا ابدا هذا كل الكلام مردود لعده اسباب السبب الاول هذا الكلام يصح لو كانت القضيه موكوله لوزاره الداخليه مثل ما موجود في مصر والكويت والدول الاخرى القضيه الثانيه ايضا لو كانت موكوله بيد رئيس الوزراء لقلنا ايضا توظيف توظيف سياسي وايضا لو كانت موكوله بيد المفوضيه ولو هي مو بيد المفوضيه هم ربما سمعنا هذا الكلام لكن هي القضية موكولة إلى الهيئة القضائية تتحدث وكأنه القضاء يتحدث وك وكأن القضاء متفق عليه ولا أكو جهات تتحدث عن القضاء مسيس لا 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 القضاء لإقصاء لإقصاء الخصوم لا لا وإلى آخره أنا أتحدث عن رأيي بالقضاء بما ينبغي أن يكون مو بما يقول بما يقال عنه أو بما يشاع هذا اللي يقال عنه غير كله غير صحيح <applause> السبب الآخر يا سيدي مثل ما قلت لك لو كانت مثلا دولة القانون مثل ما ذكرت حضرتك أتنزل وياك تريد ان توصل هذه الرساله، احنا ايضا عندنا استبعاد من دوله القانون، خب ممكن نذكر بعض الاسماء في دوله القانون اذا على كلامك بس اسماء ما تؤثر على الكتله، بس مو واحد مثل شامل العسكري واحد من قيادات دوله القانون، لا هذا الحقيقه الكلام غير صحيح ومردود وانا اتصور بان القضيه معزوله معزوله تماما عن قضيه التوظيف السياسي بصراحه، لكن كل ما في الامر بالاضافه الى ذلك انا خليني اذكر لك قضيه اخرى وهي في غايه الاهميه. الان المستمع او المشاهد عفوا قد يس قد يعتقد بانه مجرد ان اقيم دعوه على اي نائب خلاص اطلع من الانتخابات، لا الكلام مو صحيح هذا، ومن قال هكذا؟ ينبغي ان يكون اولا ينبغي ان يكون هنالك حكم قضائي صادر، حكم قضائي بات صادر بحق هذا النائب، اما بارتكابه جريمه مخله بالشرف، تزوير، رشوه، غير ذلك، او مثل ما ذكرنا مثلا في قضيه بعض الاخوان قضيه التشهير وما الى ذلك مثل السيد حيدر الملا وزير التعليم العالي على الاديب بالضبط وهنا وهنا رجعنا لنفس الجدل القضاء ومدى استقلاليه القضاء وتسييس القضاء خلينا ننتقل لا نبيل. يعني قصدي عفوا استاذ علي يعني مو الان قد واحد يعتقد انه بمجأن يريد اريد اطلع استاذ نبيل اروح اقيم عليه دعوه أص امام اصبح الم... واضح لا مو هذا استاذ نبيل مشكلتكم اليوم مو بس ويا قرارات هيئه المساءله والعداله وقرارات مفوضيه الانتخابات تقريبا عندكم مشكله ويا كل مؤسسات القضاء القضاء مسيس، القضاء أداة بيد السلطة التنفيذية، بيد رئيس الوزراء، القضاء حاضر لإقصاء الخصوم. اختصر لي على شنو تستندون بكلامكم هذا؟ لا إذا سمحت لي نحن لا نقول بأن القضاء قضاء أداة بيد رئاسه الوزراء احسنت هذا هذا الحكي سامعين و... سامعين من بعض و... ومسير من بعض زملائك هذه <تضحة> ها... 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 رأي... Uh... راي راي شخصي رأي... 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 يختلف صحر. يختلف عن راي النائب الاخر صحر. نحن لا نستطيع ان نقول بان القضاء في العراق بشكل عام هي اله آ... بيد دوله رئيس الوزراء نحن لدينا الان قضاة في مدينة في مدينه اللافر استشهدوا احسنت بسبب عدالتهم وممارسه مهنهم بكل استقلاليه صحيح وبكل جرأه وبكل شجاعه، القاضي عبد اللطيف قصاب كان يعرف بانه سوف يستشهد يستهدف ويستشهد اذا اذا ما اذا ما عندكم اي مشكله اذا سمحت لي، نحن نقول بان هنالك قضايا سياسيه زي زي مثلا اصبح حديث السيد حيدر الملا وحديث الساعه مع معالي رئيس عفوا وزير التعليم مزين. العالي هنالك استهداف سياسي احيانا في كابينه رئيس الوزراء مع اعضاء مجلس النواب العراقي احيانا من من الكتله الواحده يعني الوزير وعضو مجلس النواب من نفس الكتله هنالك دعاوى مقامه ضد بعضهم البعض بعض لغرض اقصائه وابعاده من الانتخابات ايضا هنالك ما بين الكتل نحن نقول مثلا عندما تقدم دعوى او تقام دعوى ضد النائب حيدر الملا من قبل معالي السيد وزير التعليم العالي آه هذا الامر آه هو استهداف قد يكون نتيجه عداوه شخصيه برزت ما بين الطرفين او نتيجه استهداف سياسي لإقصائي هكذا نقول نحن لا نستطيع ان نظلم القضاء حتى الهيئه القضائيه الانتخابيه ونقول بانها منحازه الى طرف معين وآلة بيد دوله رئيس الوزراء هذه الهيئة تقصي من تريد وتستبعد من تريد وتبقي من تريد والدليل على ذلك بان الاخ سامي العسكري قيادي في دوله القانون تم إقصائه قد يتم اقصاء نواب وشخصيات من دوله القانون من القائمه العراقيه من اطراف صحيح. اخرى لذا الامر بالتالي 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 سياسي ما عندكم مشكله ويا القضاء والقضاء غير مسيس <applause> مشكلتنا اين مع ولم القضاء؟ ولم يتم الحديث نهائيا طيله المده الماضيه ان القضاء حاضر لاقصاء الاخرين استاذ علي اذا سمحت لي مشكلتنا إيه بالتاكيد إيه أنا هذا الحكي ما جايبه من عندي بالتاكيد هذا الحكي سامعه من زملائي اذا إيه 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 سمحت يعني لي مشكلتنا أين؟, اين مع القضاء كما قلت زين مدى مصداقيه المعلومات التي قدمت من المصادر انا حاليا ما اتحدث عفوا نعم. جدا ما دا اتحدث عن قرارات هيئه المساءله والعداله وقرارات مفوضيه الانتخابات، دا اتحدث انا اتحدث عن قرارات عن الهيئه القضائيه الانتخابيه وطيلة السنوات الماضيه تطعنون بهذا القضاء او مو او مو بمجمل القضاء، تحدثت عن بعض الامور بعض القضايا التي تقدم بعض القرارات التي استاذ علي اكو قضايا نحن مصرين على موقفنا وكلامنا، مثلا ناتي الاستاذ الفاضل هو خبير في مساله القانون. انا رجل بعيد عن القانون، مثلا مقترح من حق مجلس النواب العراقي ان يقدم مقترح قانون ويتم يتم التصويت عليه وتمريره هذا هذا الامر دستوري ولا غير دستوري يا دكتور العزيز السلطه التنفيذيه قدمت شكوى الى المحكمه الاتحاديه بالغاء هذا الامر والمحكمه الاتحاديه وافقت عند ذلك قلنا بان هذا الامر مسيس هنالك امور نقف عنده ونرى انفسنا باننا اصحاب حق وتجدون انها مسيسه. أه نعم. لكن في نفس الوقت القضاء محترم بالنسبه لكم. نعم. أه زين هاي الامور المسيسه استاذ نبيل. نعم. تتم لي لاجل شنو يعني افهم من كلامك اليوم العمل من اجل بناء سلطه مو بناء دوله. نعم. وذكرت مثال حضرتك ما يتعلق بالتشريعات. نعم. نحن نقول عندما تم اصدار هذا القانون من قبل المحكمه الاتحاديه هو كان بمثابه تعطيل عمل مجلس النواب العراقي اما قرارات الهيئه القضائيه الانتخابيه الحاليه لا نشكك بالهيئه القضائيه ولكن نقول يا هيئه قضائيه هل انت واثقه من المعلومات التي قدمت الى الهيئه القضائيه ومصادر المعلومات نحن نقف عند هذه النقطه بالذات ونسال ونتساءل ونشكك في المعلومات ومصادر المعلومات. هذا التشكيك وان كان قليلا، مو تشكيك نعم. اولا بنزاهه الانتخابات، وتشكيك بـ بـ بالعمليه السياسيه، بشرعيه مجلس النواب، بشرعيتك انت كنائب؟ نعم لو انا غلطان. كيف؟ هذا التشكيك سواء ما يتعلق بالتشريعات فيما يخص مجلس النواب من يشرعها مجلس النواب للحكومه، نعم. التشريعات فيما يتعلق بالهيئه القضائيه هذا التشكيك، نعم. مو تشكيك ربما بمجمل العمليه السياسيه، تشكيك بشرعيه مجلس النواب، تشكيك بشرعيتك انت كنائب؟ لا لا، الامر يختلف ما بين التشكيك بشرعيه مجلس النواب او شرعيه السلطه التنفيذيه عن بعض الامور الفرعيه او الجزئيه التي تحدث احيانا. ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعندما نتحاكم لدى المحكمة الاتحادية نجد بأن المحكمة الاتحادية تميل في القرارات إلى جانب السلطة التنفيذية أكثر من السلطة التشريعية مثلما ذكرت مثلا موضوع تقديم مقترح القانون وموضوع ربط الهيئات المستقلة على الأقل ماليا إلى السلطة التنفيذية وحجبها عن السلطه التشريعيه. ما يريد يقول تسييس، يتحدث عن ميول. نعم. هذا الميول لاجل شنو؟ لاجل بناء سلطه وليس بناء دوله، هذا هذا الميول فيما يخص قرارات الاستبعاد لاجل معركه انتخابيه، معركه لضمان الولايه الثالثه كما يتحدث البعض. طبعا احنا الان من خلال هذا الكلام الان اتضح لكم ان هنالك ان هنالك جهتين هي التي تقوم ام هما اللتان تقومان بالاستبعاد، الجهه الاولى هي الهيئه القضائيه وانا اعتقد بالحقيقه كما ذكرت لحضرتك الهيئه القضائيه اعتقد انا بصراحه عملها مهني وبعد عن التسييس. الجهه الثانيه هي المفوضيه العليا المستقله للانتخابات سيح. مجلس المفوضين تستبعد بعض المرشحين عند مخالفتي لقواعد سلوك مثل ما حصل مع النائب اعتقد اعتقد مثال الوسي نعم. الصوت لمخالفتي قواعد السلوك، ما انا قلت لك كل واحد ترى قضيته تختلف يعني. فاذا مجلس المفوضين كما ذكر السيد رئيس الدار انتخاب ايضا ممكن ان تستبعد في حاله مخالفه قواعد السلوك. الان لو ناتي ناتي الى مجلس المفوضين حقيقه مجلس المفوضين مثل ما يذكر يعرف الاستاذ نبيل يعني كل كل الكتل السياسيه والاطياف حقيقه ممثله في مجلس المفوضيه بدءا من رئيسها نائب رئيسها وهكذا. فاذا من الصعب جدا ان يتخذ مجلس المفوضين وفي الرئيس كردي والنائب عربي وذاك من هذه القائمه بصراحه اتكلم. <applause> نعم عملها مستقل عملها مهني صحيح ولكن خلفياتهم طبعا تعرف جاي من خلفيات متعددة خلفيات سياسية حزبية وما إلى ذلك من الصعوبة بمكان أن يتخذ مجلس المفوضين قرارا باستبعاد شخص للتوظيف السياسي لأن إذا, إذا رئيس المفوضية مثلا حاشاه طبعا أنا أضرب الأستاذ سيربس سربستل اللي هو ينتمي للمكون الكردي اراد ان يستبعد مثلا واحد عربي طبعا هنا عندنا نوا... بالتالي بالتالي هذا فهذا قضيه هذا الحديث عن ان ان القضيه معركه انتخابيه أو ومعركه لضمان الولايه الثالثه غير, نتيجة. قابل للتطبيق جيد انا اريد اوصل النتيجه انا انا اريد اسالك هنا نعم هذا التشكيك موجود التشكيك حاضر خوب موجود طبعا اكو مشكله اليوم نعم. بالتاكيد اكو اكو مشكله والمشكله يبدو انها اكبر من قرارات هيئه المساءله والعداله نعم. واكبر من قرارات مفوضيه الانتخابات، اكو مشكله بالعمليه السياسيه ولا مو معقوله بعد عشر سنين ما متفقين على شيء نختلف على قضيه الاستبعاد، طبعاً. نختلف على عمل المفوضيه وعمل هيئه المساءله والعداله، وبالتالي اذا نختلف على شرعيه مجلس النواب وشرعيه باقي المؤسسات. جيد، انا اولا اتفق معك في ان هنالك تشكيكا دون ان اكون متبينيا للتشكيك، بالعكس انا ارى ان التشكيك ليس في محله ولكن كوجود موجود، تشكيك موجود. بل اكثر من ذلك اقول لحضرتك بان التشكيك سيبقى ما دامت الثقه منعدمه بين الكتل السياسيه الكتل السياسيه برمتها بالحق في كل الكتل السياسيه بدون استثناء هنالك انعدام ثقه ما بين الكتل السياسيه الامر الذي يؤدي الى التشكيك بين هالكتل الان انا اجي الى قضيه اخرى وهي في غايه الاهميه نحن الان نتكلم عن قضيه شرط حسن السمعة او حسن السيرة والسلوك او, أو هاي الشروط اللي ذكرتها أنه لا يكون مرتكب الجريمة خالي بشرف وكانها شروط تعسفية ترى هي بحسب الاساس صحيحه تدري شلون استاذ علي انا خليني اوضح لك اذا تسمح لي بعد اذنك. النائب ما هو دوره؟ النائب دوره تشريع ورقابه وهو ممثل عن الشعب، هاي قضيه في غايه الخطوره يعني انا ما ادري هاي تنوء بحملها الجبال، قضيه ثقيله جدا، يعني تدري انت رئيس الوزراء ما يقدر يقول انا امثل الشعب؟ رئيس الجمهوريه ما يقدر يقول انا امثل الشعب، لكن النائب يقول انا امثل الشعب، يعني قضيه خطيره، فاذا الان للاسف الشديد وجدنا ان النائب الممثل عن الشعب تحول إلى أنه بعضهم طبعا بعضهم تحول إلى أنه مجرد أنه يقوم بعملية السب والقذف والتشهير وخرج عن إطار عمله فهذا الشرط بالحقيقة شرط حسن السمعة وجد في كل الدول العراقية على الأقل في هذه الدساتير التي تضعها ومنها المنظومة القانونية العراقية حتى تهذب عمل النائب حتى تقول له يا نائب عندك خط أحمر لا تتجاوزه لا تشهر بالناس يعني مثلا أنا الآن لدي مشكلة مع الوزير الفلاني لدي مشكلة مع سيد رئيس الوزراء ما اروح احلها عن طريق قناه الفلانيه او قناه الفلانيه واطلع اوراق واشهر وكذا وقد تكون المعلومات غير دقيقه وغير صحيحه ومعظم المعلومات التي طرحت في بعض القنوات معظمها هي غير صحيحه واخرها ما ما جرى في قانون الانتخاب في قانون التقاعد حينما طرحت اسماء كلها غير صحيحه وكلها محرفه اذا انا عندي مشكله مع وزير مع رئيس وزراء عندي قبه البرلمان اوجه له سؤال اطرح موضوع عام للمناقشه اجري اجري استجواب راح تقول لي قد الاجواء في مجلس النواب غير مؤاتيه نعم هذه مشكله مجلس النواب عليه ان يوجد الارضيه المناسبه الاستجواب وطلبوا من السيد رئيس الوزراء من السيد رئيس ولكن الوزراء الحضور جايك بالكلامان المشكله وين المشكله احنا في عمل مجلس النواب للاسف الشديد طلعنا من طور عمل مجلس النواب وبدينا صرنا مراسلين صحفيين هذا هذا بهاي القناه بس شغلته شهر بالناس زيب. وهذا صار مراسل لهي القناه بس يشهر ويقذف بالناس وكانما عضو مجلس النواب هو دوره انه يكون مراسل للقناه الفلانيه ويطلع اوراق هنا هنا تنتقد تنتقد نواب باقي الكتل وحتى نواب دوله القانون انا انتقد الجميع كل من يضع نفسه في هذا الاتجاه فهو محل النقد ايا كان استاذ نبيل اليوم م. مشكلتكم ويا السيد رئيس الوزراء نور المالكي لو مشكلتكم ويا القضاء انت ليش تشتري تتجرنا لا 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 لا, لا لا, لا, لا لا اريد أحياني. اريد اوصل النتيجه اذا مشكلتكم <applause> موضوع؟ اذا مشكلتكم ويا السيد المالكي والحديث عن غياب الشراكه والى اخره ليش التشكيك بقرارات القضاء <applause> لاحظ اخي آه آه قلت لك بانه لا نشكك في آه مدى عداله واستقلاليه ومهنيه الهيئه القضائيه الانتخابيه ولكننا نشكك في المعلومات التي قدمت ومصادر الشكوى أما لدينا مشاكل مع دولة رئيس الوزراء نعم لدينا مشاكل صحيح. معه ومشاكلنا معه مشاكل سياسية وليست مشاكل انتخابية وأنا أقول أنا أمثل كتلة المتحدون للإصلاح لا نقول بأن دولة رئيس الوزراء هو من ينزل إلى درجة بأنه يتكلم مع الهيئة القضائية الانتخابية أو مع المساءلة والعدالة أو مع المفوضية يخابرهم بالله استبعدوا لي فلان وطلق واخروا فلان من امامي وما اريد هذا والدليل على ذلك كما اسلف استاذي الدكتور حسن بان هنالك اقرب الناس القياديين في دوله القانون تم استبعادهم من قبل الهيئه القضائيه هنا المشكله واكو اخرين اسر راح يجون اما مشكلتنا مع دوله رئيس الوزراء مرشح قبل الحديث اذا مرشح سمحت حضرتك لي عن ائتلاف متحدون ولا ائتلاف دوله القانون لا انا مرشح انا مرشح الان امثل الشعب العراقي مزين. كما قال الدكتور حسن بارك الله انا نائب وامثل الشعب العراقي مزين. وانا اعرف هناك احتقان في الشارع العراقي الان حول هذا الموضوع اذا نحن من واجبنا ان نعمل على لملمه الصف الوطني زين أنا ما ظل عندي وقت هنا أنا عندي بعض الاراء والمشاركات وصلتنا على صفحه البرنامج في فيسبوك حسين المالك يقول لك يا استاذ نبيل السلام عليكم اجد ان ائتلاف النجيفي يشكك في كل شيء حتى بات هو في موضع الشك ممتاز. هذا يعني وجهه نظره وانا احترم وجهه نظريها ما تم نوزاد ما تم من اقصاء واستبعاد لعدد من المرشحين متوقع منذ ان تم ابعاد فلاح حسن شنشل عن رئاسه هيئه المساءله والعداله بقرار سياسي من قبل المحكمه الاتحاديه. لا هذول اللي نتكلم عنهم كلهم استبعدوا مو من قبل هيئه المساءله والعداله، استبعدوا من قبل مجلس المفوضين او الهيئه القضائيه. باسم الحمداني يقول مساء الخير هذا التشكيك بقرارات المفوضيه وقرارات المساءله ما هو الا خوف من الولايه الثالثه للسيد المالكي المضمونه ان شاء الله. إذا تم الاتفاق لولاية ثالثة للسيد المالكي فنحن نبارك له بذلك شكرا جزيلا فهو أحد أبناء العراق شكرا جزيلا <applause> <applause> أستاذ حسن الياسر نائب عن ائتلاف دولة القانون شكرا جزيلا للسيد نبيل حرب نائب عن ائتلاف متحدون وصلنا مشاهدينا إلى نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء أنا محدثكم علي عماد